خليني أرجع لجزئية قبل شوي. كصحفي موجود في هذا الوسط بكل تحولاته، كيف تلقيت خبر أنه في صحيفة ستصدر اسمها صحيفة مكة فيها كوادر إيجابية، لكن هل كان الزمن يعني ملائما لصدور صحيفة ورقية طبعا مع الشق الإلكتروني، وبالأخص أننا كنا للتو في تجربة الشرق؟ نعم، هذا رأيي، ويعني وأنا قلتها للزملاء جميعا اللي حولي، لم يكن الوقت مناسب لإصدار صحف جديدة. الوقت حاليا للحفاظ على الصحف الحالية. لا شك أن الصحافة في العالم تمر بأزمة، لكن ربما نحن يعني أمامنا ثمان سنوات في عمر الصحافة وفق ما نراه الآن. لكن من الصعب جدا، ربما تحتاج معجزة من أجل أن تكون لديك صحيفة جديدة وفق الظروف الحالية. فإذا أضفنا أن هذه الصحف تدار وفق عقلية تجارية بدون دعم حكومي، أنا أظن أن هذا شبه استحالة أن تواصل. هناك صحف تتلقى دعما حكوميا في دول مجاورة، وهذه يعني لا خوف عليها. أما إذا أردت أن تتعامل معها وفق المنظور التجاري، فأعتقد أنه من الغير المناسب الدخول في مثل هذه المشاريع. يعني فيها رؤوس أموال ضخات، وفيها أنت تقصد أنها يعني مش بالسهولة اليوم أنها تكون هي مصدر دخل. بالضبط، إذا كان المستثمر يريد الدخول في هذا المشروع من أجل أن يكون هناك مشروع ثقافي فكري، أن يكون مؤثر، هذا حق من حقوقهم، هذا أمر وارد. أما إذا انتظر أن يكون هناك مردود لهذه الصحيفة فلا أظن. يعني أعطيك على سبيل المثال، لدينا حنا صحف يعني تكلم على 10-11 صحيفة في السعودية. في الكويت في فترة من الفترات، فترة قريبة، لديهم تقريبا 13-14 صحيفة. شوف الفارق بين القراء في السعودية والقراء في الكويت، ولكن والمساحة والمساحة لكن هناك مستثمر يقول أنا أريد أن أستفيد من هذه الصحيفة كصوت لي، صوت لمجموعات التجارية، صوت لمجموعة الانتخابية الحزبية. بالضبط، نعم، وهو واضح في هذه، هذا موضوع مختلف. أما إذا أردت الدخول كمشروع تجاري، فأنا أظن أنه من الخطأ الدخول في هذا الوقت. طيب.